السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله كيف كتشوفوا معايا غادي نوجد معكم خبيز المقله بالاعشاب والبصله. خبيز رائع جدا ولذيذ، ما كتحسوش نهائيا بمذاق الاعشاب، كيجي لذيذ جدا من ايد حماتي كيف غادي تشوفوا معايا. مرحبا بكم، بقاو حتى الاخير باش تشوفوا. سهل جدا، خبز شعير صحي رائع وكيوجد في اقصر وقت، ما كيحتاج لا فرن لا اي شيء. المكونات اللي قدامنا كيف كتشوفوا معايا، عندنا البصله كنقطعوها للطريفات، وعندنا دقيق الشعير، عندنا تقريبا هنا شي كيلو ديال دقيق الشعير، وواحد الكاس ديال الفورص. كنزيدو غير شويه ديال الدقيق الابيض باش كنجمعوا، وممكن انكم تعوضوا بدقيق القمح ولا اللي بغيتوا، المهم غير كنزيدوا شويه مع الشعير. والاكثريه راه شعير كيف كتشوفوا معايا. هنا عندنا واحد الملعقه ونصف ديال الخميره لان الجو بارد، الا كان الصيف طبعا تنقصوا. وعندي هنا الخميره البلديه، اذا في الاصل لا كانوا غادي يعجنوه في الليل كيديروا غير الخميره البلديه، وفي الصباح كيخبزوه. وهنا بما اننا كنديروا حتى الصباح الفطور، يعني كنديروا خميره البلديه وكنديروا معاها الخميره العاديه خميره الخبز. هنا كيف كتشوفوا معايا هذه هي الفوه، الفوه راه كتباع عند العطار، هي واحد النبته او واحد الجذر احمر كياخذوه من تحت الارض. المهم انه كيتباع عند العطار بثمن رخيص ورائع جدا، ومشهور انه من افضل الاعشاب المعالجه لفقر الدم، كيصايبوه بزاف النساء من بعد الولاده ولا الناس اللي كيعانيو من فقر الدم. وبصفه عامه الناس اللي كيعجبهم يعتنيو بصحتهم راه كياكلوا هاد الاعشاب بدون يعني بدون مناسبه. كيف كتشوفوا معايا هاد الخبيز ساهل ماهل، غادي نعجنوه ونديرو فيه مره واحده كلشي، البصله الاعشاب، وغادي نخليوه غير واحد شويه يخمر ونخبزوه في المقله. ها نتوما كتشوفوا درنا الخميره البلديه والمعلقه ولا المعلقه ونص ديال الخميره العاديه، وميها دافيه باش كنجمعوا العجين، ماء دافئ كنجمعوا. انتما غتشوفوا معايا المراحل كامله ديال العجن خاصه للمبتدئات ولا اللي ما كيعرفوش يعجنوا دقيق الشعير. طريقه سهله ورائعه، كيعجبني هذا الخبز عند حماتي فاش كنجي عندها، اكثريه ديال المرات كنطلب منها باش ديروا ليا، وقلت علاش لا نشارككم حتى نتوما هاد الوصفه وتشوفوا كيف كنديروا لها. ونسيت ما قلت لكمش الملح، طبعا الملح حسب الذوق، من الافضل ما نكتروش، كلشي ولا عارف المساوئ ديال الملح والسكر، يعني الانسان يحاول ما امكن انه يقلل منهم حفاظا على الصحه. المهم ها نتوما معانا، ها هي العجينه كتعجن. حنا غادي نديرو مليحه دابا، نسيناها في الاول. كيف قلت لكم غير شويه د الملحه، ها هي بسرعه كتجمع العجين. الان غادي نديرو الفوه كيف كتشوفوا، كنخلطوها هكذا بشويه د الماء وكنرشوا عليهم كيف قلنا شويه د الماء، وكنحطوا البصله وكنخلطوا الكل مع العجين دفعه واحده، ما كتجيش نهائيا باينه على حسابي والله العظيم، كتجي رائعه جدا، حتى الاطفال كلاوها معنا يعني بلا ما يحسوا بها، زوينه زوينه ماشي حاره ما فيها حتى شي حاجه، وحتى البصله ما كتبقاش كبيره يعني كتولي ما بيناش مع العجينه.
هيا الان بعد ما تعجنات العجين كندلكوها جيدا كيف شفتوا معايا. اذا هنا صورت لكم طريقه سحماتي في تحضير هذا الخبز، ما كتخليش حتى كيخمر هنا في القصريه، مباشره كتقرصو كديرو خبيزات على القياس اللي بغات. هانتوما غادي تشوفوا شحال غيخرج لينا هاد العجين، وغتشوفوا الشكل ديالو كيجي زوين ورائع كيف قلت لكم، غير جربوه ان شاء الله اكيد غادي يعجبكم. ما كاينش ما احسن من هاد الاشياء الطبيعيه، الخبز بالنخاله، الشعير، الذره، هاد الاشياء الصحيه اللي افتقدناها في هاد الايام. هانتوما احبتي كنقسموا العجين للكويرات وكنرشوا هكذا شويه ديال الشعير. هنا كنقرصوا غير بالشعير، الشعير بوحدو ما كنخلطوش. ها حنا من بعد ما كنحطوهم كنقرصوهم شويه وكنغطيوهم ونخليهم يختمروا حتى كيبانوا لكم طلعوا يعني ان العجينه خمرات. عاد كنبداو نخبزو من بعد. حنا هنا راه ما شدوش لينا مده طويله، واخا البرد راه كيف شفتوا درنا الخميره البلديه والخميره العاديه وغطيناهم مزيان تقريبا واحد نصف ساعه صافي وبدينا عمليه الخبز. هنا كيف كتشوفوا ها حنا كنقرصوهم بحال هكذا، جاو خمسه د الخبيزات. طريقه سهله وسريعه والنتيجه روعه. ها نتوما بحال هكذا، وغادي نغطيو عليهم ونديرو فوقهم وحدين اخرين. حنا قرصناهم هنا غير في بلاطو، بلاطو كبير شويه. وهكذا كنستمروا حتى كنكملوا كل العجين اللي عندنا بنفس الطريقه. طبعا عاد كنغطيو عليهم حسب الجو، بما انه الان البرد طبعا خاصكم تغطيو بشي حاجه شويه ثقيله دافيه باش دغيا تختمر. صافي من بعد ما كتلقاو ان العجين اختمرات كتحطوا المقلاه فوق النار وتخليوها طبعا تسخن مزيان. لابد من هذه العمليه يعني ان المقلاه تكون سخونه. عاد كنبداو بعمليه الخبز. يعني كيلو الشعير نص كيلو فارس. ها معنا حتى الخبز جميع وتشوفوا ان شاء الله النتيجه النهائيه. ها هو من بعد ما اختمر والمقله سخنات كنحطوا الخبز هكذا بهذا الشكل. نغطي باش يبقى سخون وغنلفي بشي بلاستيكه ومن بعد كنقلبوه فاش كنحسوا به طاب. النار مهيله شي شويه متوسطه ماشي خفيفه بزاف. ها هو الخبز كيجي رائع، شهوه منه رائع رائع رائع. واخا كله شعير كيف كتشوفوا مخلط غير بشويه الدقيق الابيض كيجي رطب وزوين والطبخ ديالو سريع. يعني ما كيكلفناش نبقاو نستناو في الفران نطيبو بالحاجه ولا هكذا، في المقلاه ساهل ماهل. ها نتوما كتشوفوا من الداخل
ياك بحال البصيله روعه مدلوك زوين. ديك البصيله كتجي زوينه زوينه معسله رطيبه طيبه مزيان. وها حنا قدمنا بحال هكذا بهذا الشكل وكنخويو فوقو زيت الزيتون، ما كنعمروش كامل يعني كنديرو غير القياس اللي بغينا ناكلو باش ما يخسرش. ونتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا عجبكم ما تنساوش